Guys, كيفكم اليوم؟ رجعتلكم فيديو جديد من قناتي إسراء جيمر. أول شي بدي أغير شخصيتي، كنت هيك عاملة لأني كنت صراحة عم أبكي وبس. أوكي، ببكي أنا. ما بعرف صراحة شو صار، انتو كلياتكم رحتوا لهي الغرفة وهيك. أنا بدي أقولكم إنه الحقوني. استنوا لحظة لإلكم. هيكم شوفوا. خلينا نروح على بيتك انت الأولى. اوكي خلينا نروح على بيتك. بحكي معك. ايوه ما بشوف ابدا منيح. اوكي نروح على بيتك. وينك؟ ما بعرف صراحة شو هلا، مين لازم نروح على بيته ولا هيك؟ يلا مين؟ صراحة ما فهمت ابدا هون شو بيحصل. انا رح اخرج بعدين، رح اروح على بيت هذيك البنت اللي بدي اروح على بيتها. خلص وهيك بنكون خلصنا الموضوع. رح ابحث على بيت هاي البنت. يلا بيتك بيجنن يا لا، عن جد بيسل يا جماعة. شوفوا كيف يعني حلو، مو بس حلو. اوكي تعالي انتي اقبل طلب الصداقة. وبدي احكي لكم شغلة كمان كتير مهمة، وهلأ رح ورجيكم اياها. انه اذا مثلا في هذا المكان كان لقانون شركة بيكيتي انه اذا حصلت على 1000 مشترك راح تصير عندك مساحة الاصدقاء، بس هلأ غيروا القانون، والله غيروه. راح ورجيكم هلأ الدليل انه صار 5000 مشترك، يعني راح ورجيكم هلأ. يلا عشان ورجيكم. هون بيقولونا انه لازم نكتب الاسم والايميل وكل هدول الاشياء، بعدين هون لازم نحط لينك تبع القناة تبعنا. اوكي بعدين هون لازم يقولونا انه اذا انا عندي مشتركين من 5000 الى 50000، او من 50000 ل 200000، ولا من 200000 لمليون، ولا من مليون لاكثر. شفتوا هو الدليل، هيو 5000 ما في 1000، هون كانت 1000 فوق، بعدين غيروا القانون. شفتوا هلا الدليل، ارتحيتوا؟ لا تقولوا اني كنت بس اكذب عليكم، هون كانت مكتوبة 1000، اقسم بالله العظيم كانت هون مكتوبة 1000 بس صارت 5000. يلا خلينا نكمل. هلا رجعنا للبيت، كثير عن جد بيسل. خلينا نروح على بيتك انت هودا جيمز. اوكي نروح على بيتك، لا تزعلوا رح اشوف بيوتكم كليتكم. خطرت لي فكرة، رح اكتب اسماء في ورقة، يلي شفت بيته رح اكتب اسمه يو جيمز. خلاص خلصنا منك، بعدين هودا، هلا رح نكتب اسمك. اوكي هودا جيمز، يلا تعالوا نروح هلا على بيت هودا جيمز. رح اخذ ورقة وينه، وهيو كمان قلم كتير منيح. هلا رح نروح على بيتها، اقرب بيت عليها، يعني رح روح على بيت نجلاء صح، ورح اكتب اسمه، يعني رح روح للبيوت يلي يعني قدامها جيرة. اوكي شو عم تصير؟ لا هيني كتبت اسمه لنجلاء، وهيني دخلت البيت بستناكم، بس انتو تعالوا. بدي اجيبكم، تعالوا تعالوا ندخل عبيتها. تعالوا بدياكم كلياتكم تلحقوني لحتى ما انته يعني هيك. تعالوا عبيتها، هيني كتبت اسمها طبعا. سمعتوا صوت الورقة اللي عم بكتب اسمها، كتبت اسمه وعم اعمل عليها علامة. بيتها بيشل يا جماعة، خلينا نشوف. بدنا
انا كان ما في اوكي ما في سو كتبت له اسمه. هلا مين نروح على بيته؟ يلا مين نروح على بيته؟ يلا مين 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 نروح على بيته؟ مين نروح على بيته؟ سو يلا نروح على بيت ملك تز تز يعني جزائر صح. وين وين رحت؟ وين؟ يب اوكي اوكي الحقوه على هاي شو شو اخ زخبطتينا يا الله والله تلخبطت عن جد تلخبطت انا هلا ما بعرف شو هلا بدي اعمل بس هيو بيتها تعالوا معي الحمد لله اجتمعنا مرة تانية so, خلينا نشوف البيت ونقيمه 10 أو 8 أو 4 أو 1 okay. so, واو يا جماعة بيسل رح أعطيه هذا 10 من 10 10 من 10 بيت أسطوري رائع هلا راح اعطيه رقم يعني لقب احلى بيت لحد الان لحد الان سو شو اسمه راح اكتب اسمك ملك تز اوكي سو تعالوا واو بيشيل يا جماعه واو ليك فيو هدول ديكورات وهيك هاد مكان الألعاب كتير حلو فوق بدنا نزور فوق او ماي جاد هاد المكان عن جد كتير منعش منعش سو بدنا نصعد فوق وي اي وي 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 سو يلا غرفة أحلى من رائعة أحلى من حلوة اوكي رائع اسطوري حلو بجنن so, تعالي نروح على بيتك انت 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 اوكي 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 خلينا نشوف نروح على بيتك مين نروح على بيته في نروح على بيتك اسمه احمد so, تعالوا الحقوني so, رح نبحث على بيت اسمه احمد خلينا نبحث على بيت اسمه احمد هيو 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 اوكي رح نحط لايك حطيت انا اصلا لايك اوكي وندخل سو رح اكتب اسمه كمان بس ما بعرف اذا هم مشتركين القناة ولا لا بس 100% رح يكون من مشتركين القناة ومرحبا اهلا وسهلا متحمسة بدي اشوف بيت الصاروخ تبعك اذا انت عندك بيت الصاروخ ولا لا لا يمكن ان حدا من متابعين القناة بيكون عنده بيت الصاروخ عن جد من المستحيل what 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 this what this what this what wow what wow بيشل يا جماعة لما رح يصير عندي البيت الكبير رح اعمل فيه مطعم مطعم بعدين رح اشحن واشتري كتير شغلات وخلاص بعدين رح ورجيكم رح ورجيكم ابداعي بالاخير رح تشوفون ابداعي بس اشتركوا في القناة وبعدين عشان تشوفونه اوكي سو بدنا نخرج اوكي نروح عبيتك نروح عبيتك انتي انتي اسمك كراوان ولا شو اوكي اتمنى لا تزعلوا لاني عن جد رح اشوف كل بيوتكم انا عم اكتب اسماءكم سو so,
يلا نلحقها. هي بيت لروان. انا يلا وصلوا 200 200 200 200 لايك. اوكي رح نكتب اسم روان. اوكي كتبنا له اسمه. هلا شفنا بيت نجلة، شفنا بيت لملاك دز، شفنا بيت بيت احمد، وبعدين شفنا بيت روان هو اللي هلا بنشوفه. اوه بيشل هذا المكان عن جد، بس ما كان لازم يعني تعمليها وكفات يعني. هذا المكان لازم تبدعون فيه وتبتكرون فيه. لا تبكون، لا تزعل. اجلسوا اجلسوا اجلسوا، الكل بيجلس. اجلسوا اجلسوا، يلا اجلسوا. انت صراحة هدول الكراسي كتير كلاسيكيين وعصريين وحلوين. يلا نصعد فوق. او ماي جاد، يلا ما بعرف، بحس انه في حدا ناقص، مو حدا بس كتار. ليش هدول ما اجوا؟ ليش يا شيك؟ ليش ما اجيتوا؟ كان نفسي تجوا يا عمي. ليش ما اجيتوا؟ ليش عنجد انتوا ما اجيتوا؟ انا زعلانة منكم. ليش ما اجيتوا؟ انت ليش ما اجيتوا؟ بس ليش يعني عنجد؟ هاي ليش ما اجيت؟ وكمان هاي، وانت كمان هاي، كي بوب بي سي اس يوتيوب كمان. اسرع اجت ولا لا؟ يهودا جيمز، ريما وراما وجش ومايا. مايا ليش حولتي نفسك لولد؟ ليش؟ وهاي ليش ما اجيتي انت كمان؟ كان لازم تيجي عن جد، كان لازم انت كمان تيجي. والله حرام حرام صراحة، ما بعرف اذا رح اعمل بريك اب ولا لا، لانه ما بحتاجك كثير يعني. ولا مرة اصلا التقينا، فخليك هون يعني كاحتياط، بس خليك هون. ايش ما اجيته؟ انت كمان ليش طلعتوني يا الله؟ اوكي صراحة كتير منيح لحتى طلعتونا. خلينا نشوف، انت بيتك اسمك كوتر ولا ما بعرف؟ المهم الحقوني تعالوا، انا بعرف وين اي بيت بدي اروح اشوف. فتعالوا بدنا نروح على بيت نور، ما شفناه صح؟ يب ما شفناه. خلينا نحط لايك وندخل. بدي اكتب اسمها نور. نور نور نور، رح احضر. يا اوكي، اوه حلو 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 حلو، بس رح اعطيه 8 عن جد، 8 8 من 10 الصراحة. هو حلو، بس ليش هاد تبع الهالوين المرعب؟ بدي اخذ معاه صورة، بدي اعمل وجه مرعب. صار اعمل هيك، رح شيل الشعر، رح اعمل له هيك، بعدين رح البس هدول ملابس هيك اسود، بعدين رح البس هاد. تعالوا شوفوا شكلي، هيك اجيت كتير مرعبة عن او ماي جاد. خليني، انتي طالبة مني اوكي ما طالبة مني بس بليز بس بدي اخذ صورة، بليز بدي اخذ صورة يا الله، بليز لك بليز، قلتلكم بليز يعني بليز. خليني هيك اخذ معاه صورة، الحمد لله اخذت صورة. هلا رح ارجع بالشي العادي. بصراحة عندي فكرة عن جد بتسل،
ويلي هي ترارارا، ما راح اقول سو راح تعجبكم، بس انتو كونوا جاهزين، يعني اي موعد كونوا جاهزين عن جد، نو كتير شغلات راح يصيروا عن جد، كتير كتير. سو يو خلينا نجلس. او ماي جاد، واو، تعالوا اجلسوا. اوكي، خلينا نروح على بيتك. انت مروه، ماريا اسمك صح؟ اوكي نروح على بيتك، بعشق اولى بيتك، بس ما صار صراحه كثير حلو. يلا راح نشوفه عشان نقيمه من 10 ولا 8 ولا 4 ولا 1. وين اولى بيتك؟ وينو؟ يا ماريا، يا مروة، ماري ليش كيف تجمعين هيك فلوس بسرعة؟ كيف يعني شلون؟ انا كمان بدي اوكي انا عامله لك رايك. كيف عندك هذا الحد بياخذ العقل، بيسكر العقل، ما بعرف صراحة. مين هاد طلب من ستاربكس؟ واو هيك حلو، انا رح اعمل كمان مطعم في بيتي، بس اعطوني فلوسكم. اوكي اعطوني فلوسكم، اعطوني فلوسكم، بدي فلوسكم. اوكي ليكو يا جماعة، يلا سوي سوي علي، سوي سوي. كل هالعذاب بعدين كل شيء بفرح، يعني كل شيء. او ماي جاد، هاد هي الفقره يلي يعني بموت فيه في بيتك، بيشل بيتك يا ماريا، استمري وبيتك كتير حلو. انا كمان بدي اعمل هيك كغرفه، يعني اخذتي مني الفكره ها. نسيت ما اكتب اسمك كتير، اسفه رح اكتبه هلا، استنوا رح اكتبه لاسمك، ماري. خلينا نشوف لبيت حدا تاني. يما تعالوا الحقوني، تعالوا الحقوني، بدي اشوف لبيت حدا. بدي اشوف بيت زوزو جيمين. اوكي الحقوني وبس. وينو بيتك؟ هيو، حطوا اللايك يلا يا جماعه، حطوا اللايك. وبش ندخل بيت. بدي اكتب كمان اسمك زوزو جيمينج. بيوتكم كلياتكم. ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ شو بدك تاكلي ولا شو عم تعملي؟ الموجة تبع يعني هات. سمعت طق 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 طق، صراحة بتذكرني بفال جايز. فال جايز انا بعرف لعبتها زمان، بس صار لي ما بعرف صراحة. مهم لعبتها، بس صعبة. وهذا الصوت سمعته تق 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 تق، هذاك الصوت بيذكرني كتير بفايل جويز. انتي ري، تعالي بدي اقرا اسمك. انتي ايوه، ايه ريمان فيس روان. يب اوكي يب. استنوا لألكم. او ماي جاد، بدي لأخرج. اوكي
هلا بدنا نبحث عن بيت اسمه ريمانس. نسيت بس انه ما بعرف انا اي بيت لازم. هيو رأيته، تعالوا الحقوني. ما بعرف اذا انتو هلا لاحقيني ولا لا. لاحقتوني؟ ايوه. يلا تعالوا نحط لك لايك وندخل البيت. بدي اكتب اسمك بالصراحة كتير طويل، سو رح اكتب بس ديمانسس راوان ولا نسيت. المهم هيك رح اتدخل. كتبته هيك. رائع يا جماعة، هاي اعطيها 10 من 10. كمان هاد تاني بيت ممكن يعني رتبه من 1 إلى 0. يعني واو، بدي ادخل. واو واو، تعال تعال انت 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 انت، والله انت روح من هون وانا رح اروح من هون. ما بعرف صراحة كيف، بس يلا. هاي غرفة الاولاد، عن جد بتضحك عن جد. سو يا جماعة يلا تعالوا معي. سو بدي شوفوا. ماي جاد، واو عن جد. ماي جاد، سو تعالوا ناخذ حيواننا، راح يفكروني انا ما عندي ابدا فلوس. سو يلا راح نشوف هلا بيت هلا نونر مكتوبة هيك. انا كتبت اسمك، بدي روح لإله. يو جيمز، انا شفت بيتك. لا بدي اشوف بيت 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 مين بيت مين بيت مين بيت مين. اوكي هيو تعال نحط لها اللايك. زوزو جيمز قالت لكم هاي هاي، حطوا اللايك. اوكي حطوا اللايك. يلا خلونا ندخل البيت على السريع. شو عم يصير معي؟ ليش انا هيك ظلت؟ ما بعرف شو بيصير. يعني يا جماعة يلي بدي اقولكن هلا انه انا يعني انا اليوم هاد ما بسميه ابدا حفلة، سميه بس موعد، يعني ما رح نروح على الكريزي ران ولا هيك. سو انا اليوم رح شوفه بس بيوتكم، بعدين رح اعمل موعد تاني رح يكون فيه حفلة 1000 مشترك، ورح يكون فيها يومين، رح يكون يوم مسابقة ويوم استمتاع، يعني نستمتع ونعمل كتير شغلات. سو يلا عن جد بيجنن. كمان رح اعطيه 10 من 10. تكتب 10. ماي جاد، شو سو تن. هيني نمت. بيتك بيجنن، تعالوا نروح على بيت حدا تاني. سو انتي 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 بدي روح على بيتك. اوكي سو خليني نخرج ونبحث على بيت راغد. ما بعرف اذا اسمه صح رغد ولا. واسفه كتير يلي ما حضر، راح يحضر مره جايه ان شاء الله. سو يلا وينو بيت رغد؟ سو تعالوا لنلحقها. شفناه ولا لا؟ خليني يا جماعه. لا ما شفناه. شفنا بيت نور، شفنا نجلة، شفنا ملك دس، أحمد، روان، مروة، ماري، زوزو جيمين، ريماس، بس ما بعرف نور، وهلأ رغد. بيتك بيجنن،
خطرت لي فكرة إنه هون راح يبقى حيواني صح؟ أوه ماي مين يعني أوه ماي جود كيف سويتوها يعني؟ شو عم يصير هيك؟ يا جماعة بيجنن، لا ما رح نروح على جاينت روبوت، تعالوا لنروح يعني، لنروح نخرج. أنا رحت عبيتك أنت يا نجلة، والله ما رح تضحكوا علي، أنا كتبت كل أسماءكم يعني، ما رح أروح عبيت حدا أصلاً أنا. أوه هاي هاي. لبسك بيجنن، تعالي نروح أنت عبيتك. انتي بدنا نروح بيتك. يب انتي هلا واخدانا على بيتك. تعالوا تعالوا حطوا اللايك وخلاص حطوا اللايك وادخلوا. يما شو اوكي هو حلو بس فاضي يعني حلو واو بس شوي رح اعطيه هذا الايموجي. سو يا جماعه بدي احكي لكم شغله، اذا بدكم تفهموني انه هاي معناها انه اعجبني بس شوي يعني اعجبني شوي، هاد يعني متوسط وهاد رائع بيشل. سو يلا بيتك حلو، ما جاب لي يعني ما جاب لي رغبه انه ادخل يعني اصعد فوق اكثر بس يلا. شو اسمك حتى اكتبه؟ شو اسمك؟ الله الله يلي اجوا هلا. سو رح اكتبه اسمها دي 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 كوين. سو يلا بدنا نشوف كل البيت. سو مين نروح عبيته؟ ماغك هاي مغربية حتى أنا مغربية. رح أحكي شوي مغربي أوكي. دابا أنا بغيت نمشي للدار ديالك صافي يلا. يلا نمشي للدار ديالك، نمشي ويلا للدار ديالك بغيت نمشي ودغيا. هلا حكيت طبعا بمغربية صراحة ما بعرف إذا فهمتوا ولا لا بس متأكدة إنكم فهمتوا لأنه كتير بسيط انه بغيت هي بدي يعني كتير بسيطة كتير. اذا بدكم اعمل قناة اعلمكم المغربية اوكي والله رح اعملها اذا عجبكم اذا عجبتكم الفكرة. بدي اياكم تتعلموا المغربية بعدين رح احكي معاكم هيك بالدارجة المغربية عن جد. حطيت لك اصلا انا اللايك وهلا خلينا ندخل البيت ورح اكتب اسمك ماغوك. اوكي كتبته بصراحة كتير عجبني بس انا شفته قبل ولا لا ما بعرف بس عن جد بيشل. سو بدنا هون نحتفل هون بدنا نحتفل عجبني رح اعطيه بيل ميزون اوكي رح اعطيه بيل ميزون يعني عن جد بيل ميزون يعني نايس هاوس نايس لما بعرف صراحة شو بصير. لا تزعلوا اي واحد اي يعني اي واحد رح يصير بيبكي لو ورجيتكم هنا طلعت. لا تعالوا اوب نروح عبيتك. تعالي نروح عبيتك مين روح عبيته مين يلي رح يحكي لي هيك. Let's go to your house. So لحقوني وبس اوكي حطوا لايك انا حطيت اصلا لايك وبدنا ندخل بيت. So يلا
يا الله على الجمال، البيت حلو ما شاء الله، على تفكيركم الموز الحلو. واو عن جد كتير حلو، كتير كتير كتير. بدي اخذ كاسة مي بس. لا لا لا، بدي كاسة مي. كاسة مي يا الله، كتير حلو كرمال هيك، صراحة كتير حبيت. خلينا نروح على بيتك. اوكي اسرع، اوكي رح اكتب اسمك اسرع. عن جد بيشبه اسمي كتير، اسرع اسرع. اوكي ليش عم تبكي انت؟ ده كوين، الكوين مو لازم يبكوا، الكوين ما بيبكوا. انا نفسي رح ابحث على بيتك. اوكي لا بدي البيت أسرع. وين ولا بيت؟ أغنية كتير حلوة، بتجنن يا جماعة. اوكي سو خلينا ندخل بيت. حلو 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 شوي. اوكي حلو، يعني ليش هالغرفة فاضية؟ عن جد نصيحة عشان الله، يعني حلو بس الحمام ما يكون لونه وردي يا حبيبتي. غرفة كتير. فهمت، انت بدك تقتصدين الفلوس تبعك. انا كمان انا كمان لما اشتريت اول بيت عن جد، يعني اذا رحتوا لاول فيديو في قناتي اتحداكم تشوفوه، لا تعصبوا ولا تزعلوا. انا لما اتفرج على فيديو اول فيديو في القناة عن جد بعصب وبعيط وكل شيء. مين روح على بيت؟ اوكي رازا غازا. اوكي غازا يلا. وينو بيتك لك؟ لا بدنا بيتك انتي. ليش عم تبكي؟ اوكي اسمها راما. عندك بيت كبير وليه؟ اوكي رح نكتب اسمك راما. راما عن جد اسماء غريبة بس كيوت شوي. هذا حلو بس ليش فيه، احس انه فيه كتير جو مرعب. انا ما بقدر اني اعيش في هذا البيت، مرعب عن جد مرعب. شوفوا شوفوا الظلام. لا طلعتيني من البيت. اوكي اوكي عرحتك 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 عرحتك، رح نروح على بيت حدا. اوكي اوكي خلينا نروح على بيتك. خلينا نروح على بيت حدا يلي رح يحكي لي يس مي. انتي رازا غازا هاي. اي انتي لا تخافون، لحتى لا تقولوا اني مشيت ما شفت بيتكم ولا هيك. انا بكتب اسمك اسماءكم كلياتها، يعني كتبت اسماءكم كلياتها عن جد. وكمان لا يمكن انكم تكذبوني اني شفت بيوتكم. يلي رح شوف بيته بكتب اسمه. خلينا ندخل على بيت خطوم الحلوة. يلا تيكت، ما بعرف ليش هكا غيرتي اسمك بس يلا. انتي ما طالبة مني طلب صداقك. واو واو بيتك يجنن، بيتك بيجنن، بيتك بيجنن، بيتك بيجنن. المطبخ بيسل، واو عن جد رائع رائع بيجنن، واو رائع. هذا مكان الاستراحة وهيك كتير حلو. بدي التيكتس يلا تيكتس يلا.
تعالوا تعالوا لحظة وأرجع، لحظة وأرجع، لحظة. خلاص يلا خلينا نروح على بيوتكم. انتي ذا كوين. يب نروح على بيتك ذا كوين. يلا يا كوين، انتي احلى كوين عن جد. خلينا نبحث على بيتك، اوكي؟ لا تعذبي حالك عن جد، لا تعذبي حالك وتودينا على بيتك، خلينا احنا نبحث عليه. سو خلينا نبحث. شو اسمه؟ يعني شو ذا كوين؟ احنا بدنا بيت كوين، يعني احنا بدنا بيت قصر. قصر، انا ببحث عن قصر يعني. اوه كتير بحلو حلو 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 زوزو جيمين. اوكي سو خلينا نبحث على بيت كوين. هينا لقينا، هينا لقينا. سو الحقوا خطواتي، الحقوا خطواتي. يعني طلع بيتك مو قصير، فكرت انا قصير وهيك. سو انا عامله اصلا لايك، عامله لايك اصلا. سو مش بدي اجرب كل اكلاتكم و خلاص. واو بيشل، واو يعني هون نقدر يعني نعمل هي عم تحكي انه في مفاجأة في بيتها. واو تعالي يا نورا، نورا تعالي. يا جماعة بدي احكي لكم شغلة، اخ بدي اقبل طلب السطا. ضغطت على اكس بالغلط. لا 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 تفكروني مجنون، لا تفكروني انا 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 ما بكرهكم، لا عن جد انا بس كان بدي اني اقبل طلب الصداقه بس. حكي تعالي تعالي اطلبي مني طلب صداقه بليز، اطلبي مني طلب صداقه مره ثانيه بليز. تعالي تعالي اطلبي مني طلب صداقه. بكره هاي الجمله ديمي تامي داتنت، لا بكرهها عن جد بكره هاي الجملة. بصراحة نسيت شو اسمها بالانجلس، بس بالانجلس يعني انجلش، بس بعرفها بالفرنسي. اوكي سو بدنا نروح بيت حدا. اوكي اوكي هلا اي بيت شفناه شو اسمه؟ ذا كوين. اوكي نسينا الكوين، الاكوين نسيناه. اوكي رح نكتب لاسمك. خلص مين كتبته لحتى لا تكذبوني وتقولوا ليش ما شفتي بيتي انتي؟ انتي يا إسراء بكرهك، ليش ما شفتي بيتي؟ بكرهك يا إسراء، انتي ما تشوفين بيوتنا عن جد يعني. ليش بتعيطوا؟ ليش بتعيطوا عن جد؟ ليش هاي قالت او ماي جاد؟ ليش او ماي جاد؟ اسم الله عليك. اوكي بدي واحدة اسمها امون 12، ما بعرف راحت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، ليش كلكم هم يعني اتجمعتوا كتير؟ هلا احنا رايحين لبيت زهورة 95، بدنا نشوف بيتها اذا كان حلو ولا حلو ولا حلو كتير متوسط ولا حلو كتير كتير. شفت بيتها كتير حلو بس ما بعرف صراحة وين راح لبيتها. سو ما بعرف هلا وين لازم اروح عن جد. يا الله ما بعرف هلا شو لازم اعمل، اي بيت ازور شو؟ خلاص خطرت لي فكرة، رح اشوف هذا البيت. زوزو جيمين ليش عم تبكي؟ يا زوزو لا تبكي. لا 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 ما نقدر ما نقدر. اوكي
شكلك تجنيتي ولا شو يعني؟ ندخل نشوف البيت. اوكي سو راح اشوف بيوت وارجع حتى لا تملون. يا جماعة ماني مصدقة عيوني، رح لقبوا احلى بيت، احلى بيت عن جد، رح لقبوا احلى بيت في العالم.